مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة، وفي حلقته المئتين. وعلى مدى 3 سنوات حاولنا في هذا البرنامج مناقشة معظم أحداث الوطن وقضاياه مع عدد كبير من النخب اليمنية من سياسيين وإعلاميين وعسكريين ونشطاء وعلماء دين. كان لنا السبق في تقديم الكثير من المعلومات والولوج في التحليلات والتعمق في المواقف. لامست حلقات هذا البرنامج خلال مشوارنا واقع الفرح والانتصار الذي تحقق في مختلف الجبهات، وكنا أكثر قربا من أنين الضحايا ونحيب الأمهات على وقع الجرائم الحوثية التي أراقت الدماء بقذائفها العمياء وقناصتها المسحورين بتعاويذ شيطانية وخزعبلات كهنة الكهوف وسحرة قلوب البسطاء من عامة الناس كضحايا في مسيرة الإجرام التي لم تتوقف. وسنظل على درب الحقيقة سائرين بإذن الله حتى تحقيق غاية الوطن المنشودة من دولة اتحادية فيدرالية قائمة على أسس العدالة والتنمية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية الفاعلة لعامة أبناء الوطن وإعطاء الأقاليم صلاحياتها الكاملة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فأهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الذي سيستمر معكم بإذن الله منكم وإليكم، وإلى مستهل هذه الحلقة التي سنتناول فيها أهمية موقف الأحزاب الموحد والثابت حيال قضايا الوطن المصيرية والتحديات المختلفة التي تحيك بهذا الوطن. نقف مع مجمل هذه التحديات ومجمل هذه المواقف وأهمية أن يكون هناك موقف موحد حيال الوطن وقضاياه من مختلف الأحزاب، وأن تكون البيانات كلها تصب في صالح هذا الوطن. العديد من الأحزاب خلال الأسبوع الماضي أصدرت بيانات متعددة تبدي موقفا واضحا حيال ما يدور في وطننا ومختلف القضايا التي نحن بصدد مناقشتها وأيضا بصدد التعامل معها في الميدان، ألا وأولها انقلاب ميليشيات الحوثي على الوطن. هذه الأحزاب في بياناتها وكما هو واضح حملت التنظيمات السياسية اليمنية جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة للحرب، وعبرت عن رفضها للمواقف التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي. مواقف متعددة ومواقف واضحة، ويجب أن نكون شفافين في التناول مع قضايا الوطن. إن العلاج الوحيد لكافة مشاكل الوطن هو التشخيص الحقيقي للمشكلة، مناقشة هذه المشكلة، الوصول إلى حل جذري وتوافقي وعام لكافة قضايا الوطن. كيف يمكن أن تصل سفينة الوطن إلى بر الأمان دون أن يكون هناك وضوح في التناول وشفافية في الطرح والتعمق في كافة المسائل، ونكون جادين في المواقف الهلامية والمواقف الضبابية وأنصاف المواقف لا تصنع ثورة ولا تصنع وطن. يجب أن نكون حاضرين في بوتقة الوطن، في حاضر الوطن وفي مستقبل هذا الوطن. فإلى أولى فقرات هذا البرنامج وأولى مشاركات هذا البرنامج مع النشطاء والسياسيين الذين من خلالهم يجب أن نتعرف جميعا على أهمية هذا الموقف وكن هذا الموقف وضرورة هذا الموقف وتجليات هذه المواقف السياسية ومآلاتها ونتائجها. الأستاذ عبد الغني الحميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أستاذ فؤاد التميمي. يعطيك الصحة والعافية. ها نحن اليوم في هذه الحلقة 200 من هذا البرنامج حديث الساعة، وموضوع هذه الحلقة هو أهمية أن تكون مواقف الأحزاب موحدة حيال مختلف قضايا الوطن، ما يمس الوطن من أمنه وسيادته واستقراره ونضاله وكفاحه من أجل الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام في الفضائية عدن، وثانيا أهنئك أخي الكريم فؤاد التميمي على نضالك واستمرارك وكفاحك في هذا البرنامج إلى أن وصلت إلى الحلقة 200 وأنت مدافعا ومناضلا وصادعا بلسان لسان حالكم. هذه الحلقات كلها هي أنتم ضيوفها وأنتم أبطالها. بين الخلل فأنا أحييك وأحيي كل حر يصدع بالحق ويفضح عصابات وميليشيا الحوثي الإنقلابية وينصر دينه ووطنه وشرعيته. هذا أولا. أما سؤالك أخي الكريم عن دور الأحزاب واصطفافها ومواقفها ووضوح مواقفها ووجوب وضوح هذه المواقف، أولا ما الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ مناكفات ما قبل انهيار الدولة، نعم، الحروب الستة والرغبة بالخلاص من علي محسن والفرقة، وأيضا إلى الحرب الخامسة. أما الحرب السادسة فخليهم يؤدبوه، وأيضا ابتزاز دول الخليج. آخر هذه المناكفات كانت آخرتها آخر المحنش للحنش، الخلاص من القوى الراديكالية من القبائل والفرقة وجامعة الإيمان والتصور أمام ركام المساجد وبيوت الخصوم. كانت نهايته سقوط وانهيار الدولة بيد ميليشيا انقلابية. للأسف الشديد لم تكن أحزابنا السياسية ونخبنا السياسية والاجتماعية والقبلية عند مستوى الوطنية وحب الوطن وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الآنية الأنانية، نعم، ولذلك هذه الأنانية أدت إلى انهيار دولة بأكملها. ربما أخي العزيز تكون مناكفات ما قبل انهيار الدولة قد تكون مقبولة، لنقل أنه لم يكن هناك تجربة، ما كان يتوقع الناس هذا الزلزال المدمر الذي سيصيبهم ويصيب يعني الجميع، يعني من كان يشمت بالتصور أمام بيوت فلان وزعطان من خصومه السياسيين. دمر الحوثيون بعد الانقلاب بيته واعتقلوه وأهانوه. ممكن هذه المناكفات قد تكون مقبولة ما قبل انهيار الدولة، لكن بالله عليك بعد أن تشردت هذه القيادات وشردت معها شعب، مع ذلك لا زالت مغيبة إلى الآن؟ لا زالت لغة التخوين موجودة؟ التشكيك؟ والله العظيم من العار بعد هذه التضحيات والدماء والشهداء، عشرات الآلاف من الجرحى، آلاف من الشهداء مؤلفة، ومع ذلك لا تتفق قيادات أحزابنا ونخبنا السياسية على بيان موحد، على بيان واحد. بالله متى بيستحوا على وجوههم؟ وطن يقطع ويمزق وأمراض ومجاعة، وما زلنا بالمناكفات؟ ما زلنا نشمت مثل الأطفال؟ يكفي يا جماعة الخير، اللي يقول لا رحم ولا الثلاقة، واللي يقول يعني الستة المئة واحد والسبعين السلويني، واللي يقول إذا أبعدت الحزب الفلاني إحنا بخير. يكفي. وطن يتمزق، وطن يجزأ، وطن يتآمر عليه ميليشيا كل يوم، ونحن نكون الأصل. متى ستكون لنا مواقف حقيقية واضحة من الحوثيين وكل من يعمل على تمزيق اليمن والحيلولة دون تحريره وبناء دولته الاتحادية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني؟ متى سيرى النور التكتل الوطني اليمني لمناصرة الشرعية والذي يضم كل الأحزاب والقبائل والوجهات الاجتماعية والإعلامية وأعضاء مجلس النواب والشورى والعلماء وقيادة الجيش الوطني ومنظمات المجتمع المدني ومكون الشباب ومكون المرأة؟ لا نستثني أحداً،
نحن ما أمسنا اليوم لرص الصف، نرتص صفا واحدا أمام يعني مشروع يهدد نصف الدولة، نصف الكيان اليمني كله، الإجهاض على الحلم اليمني في بناء دولته الاتحادية المؤلفة من 6 أقاليم قائمة على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية. من سيعلم أن من يرضى على اغتيال إخوانه في عدن أو في تعز اليوم سيسحل هو غدا أمام أطفاله وإن تخيل أنه في مأمن حاليا؟ متى بيفهم هؤلاء؟ متى بيعوا دورهم الوطني؟ يكفي أن يرضى الـ 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 يعني يرضى البعض بالفتات ليبيعوا دماء، ليبيعوا شهداء، ليبيعوا وطن. ما الذي سنقول لأجيالنا وأطفالنا؟ ما الذي سنقول لأجيالنا وأطفالنا من بعدنا؟ أننا لم نكن رجال، ولم نكن رجال دولة، ولم نحافظ على وطن، ولم نحافظ على وحدته، ولم ننتصر لدماء الشهداء، واستمرينا في المناكفات مع بعضنا. يكفي إلى هنا، يكفي. متى بالله عليك؟ أيضا أنا أناشد هنا القيادة السياسية ولا أعفيها، قيادتنا وقيادتنا السياسية، كفاكم مخالفة للسنن الكونية، كفاكم أن تعاملوا المحسن كالمسيء، كفاكم تقريبا للأقارب، إياكم أن تعينوا من يحمل مشروعا مقوضا للمشروع الوطني. لابد من كشف الحقائق للشعب. يكفي صمتا من قرب إليه عدوه فقد حفر قبره بنفسه. كيف إحنا نقرب أعداءنا بأيدينا ونريد أن نبني مشروع ونريد أن نبني دولة؟ متى كانت الدول تستقيم على أنك تعين من يحمل بذور نصف مشروعك الوطني تحت مبررات أن هناك ضغوط وأن هناك ضغوط في القضايا الوطنية المصيرية؟ لا مجال للضغوط، لا مجال للاستجابة على حساب الشعب وعلى حساب الثوابت الوطنية إطلاقا. لابد من كشف الحقائق للشعب. يكفي صمتا. لابد من فضح كل خائن متربص بالوطن ارتضى أن يبيع نفسه. أستاذ عبد الغني، يعني نحن تأخرنا يعني عن طرح كثير من القضايا، ألا ترى ذلك؟ وبنظرك كيف يمكن أن نسبق ما تبقى من الوقت؟ يا أخي صمتنا يغول الأقزام. صمتنا كثير تغول الأقزام على حساب القوى الوطنية وعلى حساب الوطن. صمتنا يقتل شعبنا ويقوض دولتنا. إن لم يكن النخب السياسية والإعلامية عند مستوى الوطنية وعند مستوى حب وطنهم فلا خير فيهم، والله العظيم لا خير فيهم ولا خير فينا إن لم نقل كلمة الحق. ينبغي أن, 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 أن نتراجع. ينبغي على القوى الوطنية أن توحد صفها، ينبغي أن تراجع حساباتها. يكفي تدمير للذات. دمرنا أنفسنا وذاتنا، وكل حزب يشكك بالآخر، وكل يعني أصبح ماهش على حتى على مستوى الأحزاب، أصبح على مستوى جماعات وأفراد. لا تجد إلا كيف ذاك يحسد ذاك، وكيف ذاك حصل وذاك ما حصلش، وذاك معه وذاك ما معش، وهذا كذا. هذه والله العظيم مهزلة. ينبغي أن تتوقف. ينبغي أن نعرف أننا نحمل مشروع. لماذا السياسيين الدولة؟ لماذا هؤلاء السياسيين لا يتعلمون من ذلك الصمود وتلك القوة والبسالة الموجودة لدى أفرادنا في الميدان الذين يقاتلون حفاة عراة جوعا وبدون رواتب لأشهر؟ للعلم يا أخي فؤاد، ربما أكون أنفعلت من الجراح الذي أنت نكأته بسؤالك، لكن لا أظلم كل النخب السياسية أنهم ما عندهم إحساس، وأنه ما عندنا إحساس إلا نحن، والوطنية ما هي إلا حكر لنا إحنا. طبعا هذا الكلام غير صحيح. اليمنيين فيهم نخوة وفيهم رجولة وفيهم وطنية وفيهم الشيء الكثير،
من الذي قدم عشرات الآلاف من الجرحى والشهداء؟ ما زالت اليمن ولادة بالرجال، الرجال سواء اللي كانوا في الميدان أو اللي في منابر الإعلام أو في منابر السياسة أو في منابر القيادة، تذخر برجالها اللي إن شاء الله سيحموها ويحموا مشروعها الوطني. لكن بالأخير يعني ال- 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 الذين يقاتلون أو الذين يعملون، أنت وكثير من الإعلاميين يعني بينما الحوثيين يسموكم مرتزقة ويسمونا كانوا مرتزقة وإن إحنا متنغمقين من فلوس، كنا نصرف من جيوبنا ونجلس من 4 أو 5 شهور بدون رواتب ونتسلف حق التكسي سلف. هذه كلها من أجل نضال، من أجل هذا الوطن، بينما الآلة الإعلامية تصور أن هؤلاء مفخفخين وبالفنادق وبالمدري ما كان أمس، والعيشة عيشة كفاف ونضال وكفاح. وهذا الذي يجب، وهذا الذي يجب أن يكون كذا، هو الصبر والصمود والنضال والجوع، هذا الذي يجب أن يكون حاضرا وقدوتنا في ذلك هؤلاء الذين في الميدان والذين زرناهم في الجبهات وعرفنا قدرهم وعرفنا مكانتهم وعرفنا قلوبهم الطاهرة وعقولهم النيرة وأهدافهم التي تبلغ عنان السماء كما يقال، الذين يقاتلون بكل شراسة وبسالة ويهتفون بأصوات مرتفعة تحيا الجمهورية اليمنية ولبيك يا يمن. صحيح صحيح، تحية لكل الأبطال وراء المكارث، تحية لكل قطرة عرق تتصبب من جبينهم الطاهر، تحية لكل ذرة غبار على يعني أحذيتهم التي نجعلها فوق رؤوسنا تاجا ووساما. هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من الجرحى ومن الشهداء ومن الذين ما زالوا مرابطين، لا يضرهم، يقاتلون عن قناعة، عن حب، عن عقيدة، دفاع عن الوطن، دفاع عن العقيدة. نعم والله نعم. العظيم إن أصغر جندي لو جلس معه يرفع معنوياتك إلى عنان السماء. نعم نسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ مشروعنا الوطني ويحفظ قيادتنا، وأن يوحد صف كل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب حقيقة. نعم. أنا أشوف إن بوادر صحوة كبيرة بين الأحزاب اليمنية بدأت، وبدأ حراك بدأ وعي يأتي، لكن مواجهة التحديات يا أستاذ عبد الغني، المواجهة أي مخاطر يجب أن نعترف بهذه المخاطر أولا. صحيح. ومن ثم صحيح. نعمل آلية لمواجهة هذه المخاطر. صحيح يا أستاذ فؤاد، أما نغطيها ونخبيها ونتجاهلها أو نتماهى مع بعض خطاياها فهذا ستكون كارثة، وبالها كارثي على الوطن. صحيح صدقت، ولذلك ما ألمني جدا بالأمس البيانين، يعني بالله عليك رغم التقارب الشديد جدا من في البيانين، إلا أنه أحزابنا مش قادرة تخرج ببيان واحد. طيب، وصلت رسائلك إلى هذا الحد. وصلت رسائلك أخي، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى التوفيق للجميع والنصر للوطن، شكرا جزيلا لك. ربما الموقف السياسي المجسد في مواقف كثير من التنظيمات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب اليوم يختلف عن أي وقت آخر. نحن أمام مفترق طرق خطير، يجب أن نكون واضحين وشفافين ونتعامل بجدية وندية مع مختلف التحديات. الأستاذ فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندما نقرأ مختلف البيانات للأحزاب نعرف أنها قريبة، وفي نفس الوقت لديها يعني هناك من يغلب حقيقة، من يريد بعض المصالح ومن خلال تمرير بعض البنود. يعني هل نحن الآن بصدد التقاسم أم بصدد التحرير أم بصدد
تثبيت دعائم الدولة لتعود تلك الدولة المختطفة، ومن ثم يمكن أن يكون لمضمار العمل السياسي رؤى ومناكفات كما يعهدها العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب على الأحزاب أن تتخلص من يسمون بالقيادة التاريخية، لأن هؤلاء عاشوا فترة أزمات وصراع، وكل منهم يقود حزبه في اتجاه مضاد للآخر وأيضا في اتجاه تغليب مصالح ذاتية. علينا أن ندعو الشباب لاستلام القيادات والعمل بروح الشباب والرؤية المستقبلية التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نستطلع أو نمضي صوب المستقبل ونتجاوز كل سلبية الماضي وآثاره. نعم، فالبيانات هي تعبر عن روح القيادات المصلحية النفعية المأزومة التي تسمي نفسها قيادة تاريخية، ونتساءل عن إنجازاتها التاريخية وتعمل حسابات ولديها حسابات ولديها مخاوف ولديها رؤى وتصورات ربما لا ترقى قصدك إلى مستوى تحمل المسؤولية الوطنية، ولكن ينظرون من منظور ضيق لمكاسب سيتحصل عليها هذا الحزب وأفراده وأعضاءه. قصدك يعني اللي أقصد لما يسمون بسهم قيادة تاريخية، ما هو التاريخ هذا؟ يعني نتائج عملهم ما سلامة منه في الواقع على الشباب. يعني المفروض أن هذه القيادات التاريخية تحاسب على على على, على ما أوصلوا إليه الوطن؟ يعني لا، عليهم أن يتواروا من المشهد، قد يعتذروا ويقدموا اعتذار للشعب وينسحبوا ويتركوا للشباب الذي هم أهل المستقبل وحق بالمستقبل منهم، يتركوا للشباب أن يقرروا مصير. يعني كيف تستطيع أحزابهم أن تسهم في بناء المستقبل المنشود لنا جميعا؟ يعني الآن كأنك تريد أن تقول فلنقف هنا ونعمل تقييم لنتائج أداء الأحزاب خلال الفترة الماضية وما وصلنا إليه، وما هي الانتكاسات التي حدثت للوطن بسبب المواقف واتخاذ القرارات ربما الخاطئة من كثير من الأحزاب وعدم تحملها لمسؤولياتها في حينها، ولذلك عندما يحترم الإنسان نفسه يقول لقد أخطأت، لقد كانت هناك مواقف خاطئة، وتحمل الوطن كثير من تبعات هذه المواقف، ويجب أن تجدد هذه الأحزاب بقوة وقيادات جديدة تأتي لتحمل المسؤولية بدلا من القادة السابقين. هذه رؤية متقدمة جدا، ولكنها لا تطبق في واقعنا أستاذ فيصل. هو طبعا نحن لا نريد أن ندين، أن نحكم بالإدانة بمعنى إدانة، لكن على هذا الواقع الذي الواقع يدينهم يا أستاذ فيصل. نحن الواقع يدينهم، النتائج هي التي تدين. شوف، عليهم أن يروا صورتهم في الواقع انعكاست، يعني وكل إنسان عليه أن يحس بأن هذا الواقع أنا أمامه أخجل من نفسي وأتوارى وأترك الفرصة لغيري. هناك من ينادي بوحدة الصف، ولكن المطلوب وحدة الهدف وليس وحدة الصف، فقد نكون في صف واحد وأهدافنا مختلفة. نعم. كما حصل الاستفتاء في مجلس تنسيق لكم سنة، ثم رجعوا مختلفين وكأن لم يجتمعوا في يوم من الأيام ويتفقوا على الحد الأدنى من الرعاق. نعم نعم. يعني نرى الآن أحزاب اللي كانت مكونة المجلس التنسيق رجعت تتراشق فيما بينها وبعضها يشتم بعضا، فبالتالي لم تكن هناك وحدة هدف، كانت هناك وحدة صف لتحقيق غاية. كل منهم كان يحاول أن يستقبل بالآخر بشكل انتهازي للوصول إلى غاية، لكن كان هدف مشترك ما فيش. نعم. طيب، استنادا لهذه الآلية التي وصلنا إليها، نحن الآن بالصدد، يعني خلال الثلاث السنوات الماضية كانت هناك جهود كبيرة ومحاولات حثيثة وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية على إعادة تكوين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتنفيذية والخدماتية. أهمية هذه أننا نتكاتف في تقوية المؤسسة، لأن هذه المؤسسة هي التي ستحمي الحزب وليست ما يكتسبه الحزب من أسلحة هو الذي سيحمي أفراده.
نعم على الأحزاب أن تنظر إلى أن تبني فعلا أن تكون جزء من المؤسسة، لكن أن كل حزب يبني لنفسه قوة ذاتية سواء كانت هذه القوة عسكرية أو أمنية فهذا وهم، يعني سيتشرذم الوطن لأنه تبعا لهذه القوة، القوة هتفرض أجندة معينة وهنقسم الوطن هذا لي وهذا لك ويعني وقضينا على مسألة الأرضية المشتركة بين الجميع، يجب أن يكون الجيش ويجب أن يكون الأمن هو جيش الوطن لا جيش أحزاب، وهذه مجرمة في كل القوانين، ونحن لا نعيش في غابة من الغابة أو دغل من الأدغال لوحدنا، علينا أن نتعلم من العالم كيف يعيش العالم، يعني ما في يعني الدول التي كان ينظر إليها على أنها متخلفة صعبت هذه الحقائق وأصبح يعني الأحزاب أداة مدنية لتداول سلمي للسلطة وليست أدوات تمتلك قوى ميليشاوية وتشن حروب. إذا كنا نعاني الآن من جماعة الحوثي ويعني سمحنا لها بأن تنشئ ميليشيات وتنشئ ثم اعتدت على الشعب بكل هذا الإجرام الذي نعانيه، ومن هو الحوثي يعني جاز التعبير أو على هذا رجل دين، هل لرجل الدين الحق أو لرئيس حزب الحق أن يعلن حرب على شعبه أو على أي كان؟ هذا ما نريد أن نتجاوزه ونريد أن الجميع يستوعب هذا الشيء الذي يعني يجب أن نخضع القيادة يعني المؤسسة العسكرية المؤسسة الأمنية ليس لمكاسب حزبية، ما أقول أنا الحزب الفلاني معي 1000 جندي أو 10000 جندي ليش أن أنا ما يكونش معي 15000 وكذا، لا هؤلاء جنود الوطن نخليهم على جنب ونحن نتنافس على مقاعد مجلس النواب وعلى مناصب الحكومة، من حقه أنه يبحث عن أن يكون له حصة في الأسد في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب لكن في القوات المسلحة والأمن لا. نعم، عبرت الأحزاب السياسية في موقف يعني في بياناتها البيانين الاثنين يعني على رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وأية سياسات معيقة لعمل الدولة واعتبار أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني، يعني هنا محاولة لحل إشكالية أيضا حدثت وستحدث في المستقبل إن لم يتم تداركها أستاذ فيصل، وكما قلت أيضا لو كنا تداركنا موقف الميليشيات الحوثية من البداية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليها اليوم. نعم أي دعوات كانت يعني الواهمون بأنهم قادرون على الانفصال، لا يعني الانفصال العالم كله يعرف أن اليمن دولة في الأمم المتحدة مسجلة بأراضيها بمساحتها بوحدتها، وأي انفصال لابد أن يمر بمرحلات مراحل انتقالية واستفتاءات وإلى آخره، ما وش هكذا يعني من طلع في رأسه مع شوية عسكر خرجت السعرض بهم في الشارع وأعلن عن نفسه إنه قد حكومة وإنه العالم سيعترف به قد رئيس أيوة مفوض من الشعب كتالونيا والحوثي رئيس مفوض من الشعب. نعم كتالونيا كم لها وهي تحاول الاستقلال عن إسبانيا، صقلية كم لها ويتحاول الاستقلال عن إيطاليا، في محاولات كثيرة في العالم، يعني أقرب مثال السودان ما وصل يعني جنوب السودان للاستقلال إلا عبر استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة ومرحلة انتقالية وليس بطريق انقلابي هكذا يخرج يستعرض القوة وقال قد أنا رئيس ستقولي وخلاص. أستاذ فيصل العواضي يعني ألم يحن الوقت بعد لإيجاد تكتل جامع يتم الإعلان عنه هذا أو التوافق عليه على المستوى النخب السياسية والمشايخ ورجال والمنظمات المرأة والشباب والأحزاب والحضور في 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 مكان واحد في حضرموت في عدن في مأرب لصياغة أو بلورة بيان مشترك إيجاد تصورات للمرحلة، نحن الآن في مرحلة خطيرة، هذه السنة الرابعة دخلناها ونحن نقاتل ميليشيات الحوثي، هناك انتصارات نعم في الميدان ولكن لابد أن نعزز هذه الجبهة وبما يحفظ كثير من الاختلالات ويوقف كثير من المشاغبات والمناكفات. أنا ومجموعة من الإخوان كنا دعونا لقيام مجلس حكماء يضم كل من
لديه رأي ورؤية وقادر على الإسهام من كل فئات المجتمع. أن نتداعى في هذه المرحلة لكي نبلور الحكمة اليمانية التي وصفنا بها ونخرج وطننا من هذا المأزق. نحن أمام حريق لابد أن يطفأ، لكن يعني لا رأي لمن لا يطاع. الناس تقيمك، لا تقيم يعني الفكرة بقيمتها، ولكن من هو الذي علىها وإيش حيعطي لنا وما هي المكاسب التي سنجنيها من وراء ذلك. وهناك من يقتنع بفكرة بفكرتك وكذا فقط لا ويكتفي بمجرد الثناء على الفكرة. نعم، لا يمتلك أدوات للتعامل مع هذه الفكرة لتنفيذها. نحن بحاجة إلى ريادات، إلى مجموعة تمتلك القدرة على الريادة وتقود عمل وتفرضه. نعم، بالنسبة لموقف وقرار هذه الأحزاب بعد كل هذا الاهتراء الذي حصل وبكل هذا الضعف الذي ربما والوهن الذي حدث للوطن بمختلف أطيافه، هل بنظرك لا زالت مواقفها نابعة من صميم قواعدها وقياداتها، أم هناك ضغوطات وربما تمرر كثير من القرارات عبرها؟ أولا يا سيد العزيز، أنا أريد أن أقول لك أنه مسألة يعني الروح الجماعية لم تتبلور بعد، بحيث يعني نرى بأننا شركاء. نحن الآن الأحزاب كلها موجودة في السلطة وفي صف الشرعية، لكن عندهم استعداد أنه ينزهوا أنفسهم على أنهم يكونوا شركاء في التداعيات التي حدثت، ويقول لك خلاص هذا هو مسؤولية الحكومة وهذا هو عمل الحكومة، ومن داخل السلطة يهاجموا جزء من السلطة أو يحاولوا يجدوا كبس فداء. طيب يعني علينا أن نتسامى ونرتقي إلى مستوى المرحلة ويكون معنا هدف واحد وهو مسألة إخراج البلاد من المحنة التي تعيشها. بعد ذلك يعني نضع ضوابط وننشئ يعني أستاذ يعني بصراحة أنا هؤلاء الذين يلعبون دورين أو يعني صح يمثل دورين، دور الشريك والدور اللي ما له دخل، فهذه معضلة كبيرة. يعني شريكا في السلطة وموجود وحاضر، لكن عندما يتم مهاجمة الدولة يقول هناك سلطان ما لي دخل، هذا كلام غير منطقي. عندما تتبلور مسؤولياتك أنت كسلطة يجب أن تؤمن أنك السلطة الحقيقية والقادر والوحيد الذي يجب أن تواجه مخاطر تحدث أو تواجه هذا البلد. نعم يعني وهذا يتطلب نكران الذات وإبراز ذات الوطن، وأن نذوب كلنا في الوطن، أن نستشعر يعني أن أولا أن مسؤولية من لا يعلم على من يعلم، مسؤولية من لا يقدر على من يقدر. والله تعالى قال وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ماذا بعد أن يصل الناس إلى مرحلة الموت جوعا؟ متى سنتحمل مسؤوليتنا إذا لم نتحملها في هذه المرحلة؟ نعم، على الناس أن يدركوا هذا الشيء. وطننا يدوب بين أيدينا يعني. نعم. حالة يعني يندلها الجبين ويدملها القلب ما تسمعه وتشاهده عن الأحوال التي وصل إليها الناس. ونحن نصارع على هؤلاء الناس؟ نعم، نتصارع من يدعي تمثيلهم طيب. من أجل تحقيق مكاسب ذاتية. طيب، نسيان تماما الدور الحقيقي لهذه الأحزاب واهتمت بالجانب السياسي وربما أهملت تماما وتغافلت أيضا عن الجانب التعبوي والتثقيفي في الوطن. يعني الميليشيات الحوثية يعني بكل قضها وقضيضها تمارس التعبئة الخاطئة والتغيير الوعي لدى الجماهير وإفراض وفرض ملازم الهالك حسين الحوثي في كافة المحافل التعليمية، في الوقت الذي نرى الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تحرك ساكنا حيال هذا الجانب التعبوي الهام والتثقيفي والمعنوي والدفع برؤى وتصورات وطنية ناضجة تعزز الانتصار وتعزز الثبات في الميدان.
أولئك الميليشيات يعملون وفق إجندات مرسومة لهم وخلفهم مراكز أبحاث وقوى تغذيهم وترسم لهم الأهداف. نحن للأسف الشديد حتى وإن وجدت مبادرات لا يتم التفاعل معها. الأحزاب لديها برامج، أين برامجها؟ عفوا، حتى المثقفين كل منهم يعيش لوحده، نعيش في جزر منفصلة عن بعضها البعض. أنا أتحدث يعني هناك مركز يسمى مركز النهضة اليعربية قام بمبادرة وطبع مطوية وكتاب توعوي، كل من استلم الكتاب والمطوية لم يشر إليهما حتى بتغريدة واحدة. يعني كل واحد كأنه في حسد، ها هذا العمل هذا وراءه فلان، لا أنا ما لي دخل، يعني ما شخته بشي حاجة زي كده. يا أخواني انظروا إلى قيمة العمل وأثره في المجتمع. نحن للأسف الشديد كل يبحث عن مجد ذاتي في هذه الظلمات للأسف الشديد. الحل يا أستاذ فيصل، الحل إن كل إن يعني إنه على الناس أن يراجعوا أنفسهم، ننادي عبر هذه المنابر عبر قناة عدن، عبر نقول يا ناس اصحوا يا ناس، ما عاد في بعد هذا بعد هذه الأزمة أزمة، ما عاد في بعد هذا الوضع وضع، علينا المثقفين يوحدوا رؤاهم، علينا تتكامل كل الرؤى وكل الجهود وتصب ببوتقة واحدة هي بوتقة إنقاذ اليمن وإطفاء الحرائق المشتعلة. أستاذ فيصل، والضياع لن يضيع أحد دون الآخر، كلنا سنضيع. أستاذ فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد المسوري، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ فؤاد. زيارتكم للجبهات وحضوركم المشرف في الجبهات وأيضا رسائلكم من خلال مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ودعوتكم لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن توحد رؤيتها وتوحد موقفها وتكون يدا واحدة، لأن عدونا يمارس كل أنواع التنكيل بشعبنا ويجب أن نخلص شعبنا من هذا الكابوس. يعني كنت من الداعين ولا زلت في هذا المضمار، بالأمس صدرت بيانات أيضا قريبة من هذه الرؤية، كيف تقرأ مجمل هذه الأنشطة وأهمية هذه الخطوات وأهمية أن يكون هناك أن تكون هناك رؤية موحدة وخطوات جادة لتوحيد المواقف وتعزيز هذه المواقف في الميدان؟ يا أخي الكريم، أقول لقد هرمنا بأمانة، شبعنا بالمفتوح، أقولها باللهجة. أريد صوت الأستاذ في أذني، يعطيكم صحة العافية شباب. شبعنا يا أستاذ، شبعنا بيانات وشبعنا أقوال، نريد أعمال أفعال حقيقية ملموسة، نريد اصطفاف وطني بكل ما تعنيه الكلمة، لا نريد منهم مجرد بيانات وخطابات وشعارات وكل منهم يحمل الحقد والضغين على الآخر. لن نستطيع أن نستعيد وطننا من الاحتلال الإيراني الحوثي إلا بتكاتف الجميع، إلا بنسيان الأحقاد والخلافات الماضية، نعم، بفتح صفحة جديدة لأجل الوطن. نعم. نحن صوتك أستاذ محمد، صوتك يا أستاذ محمد، يعني حاول أنك تذهب إلى مكان فيه تغطية، يعطيك الصحة والعافية. ألو، إذن سنتصل فيك مرة أخرى أستاذ محمد ليكون الصوت أكثر وضوحا إن شاء الله. كتب أحد المفكرين أن سبب استعمار الدول ليس الاستعمار وأطماع الاستعمار، ولكن السبب هو في الشعوب التي أعطت فرصة لهذا المستعمر أن يكون مستعمرا وحاضرا في هذا البلد أو ذاك. لو كان هذا البلد منظما قويا ثابتا موحدا في موقفه وفي شعبه، وهناك دولة تعرف حاجة المواطن وخدمات المواطن وقوة هذا الوطن ومنعته، لما تجرأت الدول الاستعمارية لأن تكون حاضرة في أي ركن من أركان هذه المعمورة. أستاذ محمد نعود لك، كان الصوت غير واضح في اتصالك السابق وحبينا نتصل فيك مرة أخرى. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي فؤاد. أكمل الفكرة.
يا سيدي الكريم، أقول أننا تعبنا من سماع البيانات والخطابات التي تدعو إلى الصفاف الوطني دون أن يكون هناك تحرك فعلي جاد للاصطفاف بين جميع المكونات السياسية. الحوثيون يعملون بشكل كبير جدا، متحالفين مع الداخل والخارج، ونحن كل منا لا زال يحمل أحقاد الماضي وخلافات الماضي، والحوثي ينهش في الوطن ويدمر يعني ممتلكاته ويقتل أبناء الشعب. فإلى متى؟ نحن يا سيدي الكريم وجدنا في الجبهات اصطفاف وطني حقيقي، وجدنا مقاتلين من جميع فئات الشعب، من جميع الوحدات العسكرية، من حرس جمهوري، من فرقة من الفرقة أولى مدرع، من القوات الخاصة، من جميع وحدات الجيش والأمن، كلهم متكاتفين ويحققون انتصارات يعني لا أستطيع أن أصفها، انتصارات كبيرة وتقدم كبير على مستوى الميدان. أتمنى من الساسة ومن القادة أن يستفيدوا ويتعلموا من المقاتلين الذين يسطرون أروع الملاحم ويرسلون دروس كبيرة جدا. للأسف الشديد يا أخي الكريم، الساسة لا زالوا يبحثون عن صفقات ويبحثون عن مكاسب، ومغارم الوطن يضيع بين أيدينا، ونحن لازلنا أنت السبب. كفانا مهاترات، كلنا السبب، كلنا أخطأنا. خلاص الوطن الآن في حالة يرسلها الشعب يموت جوع، ونحن لازلنا نتكلم على الماضي. انسوا، اطووا صفحة الماضي، افتحوا لكم الآن جبهة وطنية واحدة لتحرير الوطن. ما لم فإن الوطن سيصبح إيراني 100%، وسنصبح جميعنا من في الخارج مشردين إلى يوم الدين. نعم، كلنا أخطأنا. أليس هذا المصطلح أو هذه الكلمة تصلح لأن تكون حملة لدعوة كافة منظمات المجتمع السياسي في اليمن، أحزاب، تنظيمات، شباب، مرأة وما إلى ذلك، المختلفين والمتفقين تحت هذه اليافطة لنجتمع سويا ونخرج برؤى وتصورات جامعة وموحدة؟ نعم يا سيد الكريم، نعم أنا معك أن نعمل حملة ونعمل كلنا حملة. أخطأنا، كلنا أخطأنا، ولكن للأسف الشديد أقولها بكل صراحة، داخل المؤتمر الشعبي لا زال هناك مدسين، داخل الإصلاح لا زال هناك مدسين، داخل الإشراكي، داخل هيئة الرئاسة، داخل الحكومة، هناك من لا زال يزرع الفتن والمشاكل. كلما أنا مطلع وقريب من بعض مراكز القرار أجد أن هناك الكثير من يعني يحرصون على لم الشمل وإنهاء خلافة الماضي، لكن هناك بعض المدسين من عصابة الحوثي يعملون بشكل كبير جداً لإبقاء هذه الخلافات ولعدم تحقيق أي اصطفاف. علينا نحن أن نعمل على الصف الثاني في كل الأحزاب، على الإعلاميين، على الناشطين، على الحقوقيين، أن يعملوا الآن كما قلت أنت، ونعمل هاشتاج ودعوة كلنا أخطأنا، ولنفتح صفحة جديدة، ولنستعيد وطننا من هذه العصابة. علينا أن نعمل حملة توعية كبيرة وضغط كبير جدا على جميع القيادات التي لا زال في قلبها ذرة أو مثقال حقد نعم يعني نعم. أنت أستاذ محمد، حقيقة أتابع أنا نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشوفك سافرت إلى القاهرة والرياض وإلى الداخل أيضا، وجلست مع عدد من السياسيين من مختلف الأطراف. كيف قرأت واقع مثل هكذا تحرك؟ يا سيدي الكريم، طبعا أقول لك أنه كانت لقاءاتنا أو تحركاتنا في سواء القاهرة والأردن وغيرها، حتى يعني حتى في زيارتنا الأخيرة وصلنا إلى مأرب، هناك ما وجدنا الكثير من القيادات، والغالبية العظمى أقولها بصراحة، الغالبية العظمى مع الحل، مع التكاتف، حتى فيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام والخلافة البسيطة القائمة حاليا، أو شكنا أيضا على الخلاص من هذه المشاكل البسيطة. لكن كما قلت لك، مشكلتنا أنه في كل بيت حمام، باللهجة العامية في كل بيت حمام، هذه المشكلة تعيق تحقيق إنجازات كثيرة، لكن هناك إصرار كبير جدا على ترك الحمام جانبا ونخلي البيت حتى بدون حمام. يعني والله وصلنا إلى مرحلة يعني كارثية، لم يعد لدينا متسع أو قدرة على الصبر وعلى تحمل مثل هؤلاء الذين استطاعت. لعلمك ولعلم المستمعين والمتابعين والمشاهدين، قطر الآن موجودة بشكل كبير جدا، قطر تعمل في الداخل والخارج، ولديها مندوبين يضخون مبالغ كبيرة جدا، وتواصلوا مع قيادات يقولوا لهم بالحرف أفشلوا
ما تقوم به المملكة العربية السعودية من محاولات لتوحيد قيادة المؤتمر الشعبي العام أو لتحقيق أي صفات بين القيادات أو الأحزاب الوطنية. قطر تعمل بشكل قبيح جدا، ولدينا من الشخصيات من وصلوا إليهم وأبلغونا بذلك. يعني الجهد يجب أن يكون جهدنا كبير جدا، أنتم في وسائل الإعلام الرسمية وأيضا في القنوات الخاصة وفي جميع وسائل الإعلام والناشطين، علينا أن نوقف أولئك عند حدهم. حزب الله بيشتغل من جهة، إيران تعمل من جهة، حتى مسقط يعني للأسف الشديد أصبح أولئك متحالفون علينا بشكل قبيح جدا، لا يريدون اليمن الأمن والاستقرار، وهم يعني يدعون أنهم مع أمن اليمن واستقرارها. علينا أن نفكر في وطننا، علينا أن نمد أيدينا للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين مدوا أيديهم ولا زالوا إلى اليوم ينادون باصطفاف وطني ويطالبون بأن يتحرك الجميع لإنقاذ اليمن، ولن يفرطوا. هكذا قالوا بالحرف الواحد، لن نترك اليمن لإيران، ولن نترك المؤتمر لإيران، ولن نترك المؤتمر للحوثي، ولن نترك جميع المكونات أن تدمر الوطن. نشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي التحالف، وعلينا أن نعمل بشكل كبير جدا، فالفرصة لا تعوض. أستاذ محمد المسوري الناشط الحقوقي والسياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، يعني في هذه الحلقة وهذه الأصوات الوطنية الحقيقية، هذه الأصوات المحبة لهذا الوطن، نحن مع كل هذا الصوت العالي المرتفع، نحن مع كل هذا الشوق لإيجاد وطن آمن مستقر ديمقراطي تتداول فيه الأحزاب والتنظيمات السياسية للسلطة. هناك شراكة حقيقية في السلطة والثروة، هناك أقاليم تمارس مهامها الإدارية وخدماتها لصالح المواطن، هناك أمن وأمان واستقرار ومؤسسات تقوم بمهامها الحقيقية في حفظ الأمن وتوفير الخدمات وليس في إرهاب المواطن. نحن بكل ما أوتينا من قوة نعمل من أجل أن يكون هناك أمن وأمان واستقرار واقتصاد قوي وبلد للجميع، بلد للجميع، لا أن تظهر أو تخرج مظاهرة من 10 أشخاص فتقوم القيامة على هؤلاء 10 وتجند الجيوش على هؤلاء 10 ويتم إخماد هذه المظاهرة البسيطة في صنعاء، أو لا يستطيع الإنسان أن ينام في بيته آمنا كما في عدن في بعض الأحيان. نريد وطنا آمنا مستقرا ينعم فيه المواطن بالأمن والأمان والاستقرار والحرية والأمن الغذائي قبل كل شيء، هذا الذي نريده. لا يمكن أن نحقق ذلك إلا إذا تصافينا وتسامحنا وكنا على قلب رجل واحد في إيجاد دولة اتحادية فيدرالية تسود فيها العدالة وتكون ضامنة للجميع، لا يتعدى أحد على أحد، ولا منطقة على منطقة، ولا فئة على فئة، ولا جهة على جهة. هذا ما نريده، وهذا مشروعنا، وهذا ما سنحارب من أجله بكل ما أوتينا من قوة إعلاما وسياسة واقتصادا وفي كل المحافل، حتى الملتقى سيظل أملنا في هذا الشعب العظيم وفي قيادتنا السياسية كبير وفي إخواننا في المملكة العربية السعودية التي تدعم هذا التوجه وتعزز هذا التوجه، الحضور المؤسسي للدولة في مختلف محافظات الجمهورية يجب أن يكون حاضر، ويجب أن نعمل من أجل هذا الحضور المؤسسي لأنه هو المعني بمأسسة الحياة ومأسسة الوضع العام والتعايش العام لدى المواطنين. وصلنا إلى الختام، في ختام هذه الحلقة 200 سنستمر معكم في هذا البرنامج لنناقش مختلف القضايا، فبعون الله النجاح للجميع والأمن والاستقرار للوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.